هي أعمال سامية وأعمال قدمت برشا للفن التونسي، أعمال كانت فيها الكوميديا والضحك والجمهور، لكن كانت فيها زادة النقد. أوجاع، كان إبداع وأوجاع. أوجاع الممثلين. وهذا بعد نكمل فيه هو إبداع وأوجاع. إن شاء الله معناتها يخرج للعالم على قريب. هو سيرة ذاتية ولا شنو هي الكتاب؟ معناتها فترة أمتع حياتي المسرحية مع مسرح الجنوبي قفصة أو فرقة أو مركز الفنون الدرامية والروحية بقفصة. وقتاش باش يخرج الكتاب؟ إن شاء الله على قريب، إن شاء الله على قريب قاعد نكمل فيه إن شاء الله في اللمسات الأخيرة. معناتها هو تحت عنوان إبداع وأوجاع. يحكي على فترتك وقت اللي بديت تمثل. يحكي على فترة والملابسات اللي وقع فيها الكل هيك. الملابسات اللي وقعت معناتها في الفترة هذيك كل من 75 حتى للفترة هذه.